مبادرات طرحت قبل فترة لتوحيد أهل القبلة. مستقبل المبادرة دي أو المبادرات اللي انطلعت في الفترة الفاتحة لتوحيد أهل القبلة، هل ممكن يوم من الأيام نشهد توحيد لأهل القبلة؟ شكل المبادرات الطرحت كلها وأنا متابعها في الساحة فاشلة ولن تنجح، لأنه أنت ما حتقدر توحد الناس إلا على دين واحد وعقيدة واحدة. ما ممكن أنا أعزمهم عشاء في قاعة معينة وأقول الوحدة الإسلامية أو مشروع كذا أو توحيد أهل القبلة، ويجد عشو ويمص يدينهم بعد الأكل ويشربوا جبن أو شاي ويزيد السكر ويقلل السكر ويتخارجوا. ده توحيد بتاع صفرة وليس توحيد بتاع دين. توحيد الدين الناس تعبد الله. ربنا قال يا أهل الكتاب تعالوا، دي الآية اللي بتوحد الناس، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا، أقول لكل الجماعة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا كان في ناس بيقولوا غير الله بين السماء، ده أنا أتوحد معه كيف؟ دي أمثلة. إذا كان في ناس بيقولوا غير الله بيعلم الغيب، فكيف أنا أتوحد معه؟ كيف أتوحد معه؟